ne sonra ne su. Su, sular. Su o zaman. بإذن الله هنكمل شابتر 1 اللي احنا بدأنا فيه المحاضرة اللي فاتت، كان عنوانه ستريت لاين موشن، الحركة في خط مستقيم. بسرعة كده، المحاضرة اللي فاتت ملخصها، المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم على إن في جسم بيتحرك في خط مستقيم أيا كان اسم الجسم ده في رأس السؤال، وكان مطلوب مننا نجيب الإزاحة الديسبليسمنت والديستانس والفلوستي والاكسلريشن مع تايم بالمعادلات. المحاضره اللي فاتت اتكلمنا ازاي نحسب الحاجات ديت من خلال مجموعه معادلات قسمناها على حسب نوع العجله. كانت العجله ثابته، كانت العجله داله في الزمن، داله في الازاحه، داله في السرعه، او كان في المجموعه الخامسه حد فاكر؟ يديني علاقه بين السرعه والازاحه. كل مجموعة انت علشان احنا اتفقنا المحاضرة اللي فاتت انتوا علشان تقدروا تحلوا المسألة لازم وانت بتقرأ رأس السؤال تحدد نوع الاكسلريشن، نوع العجلة. لان لو العجلة رقم ثابت انت بتستخدم قوانين نيوتن، لو العجلة دالة في الزمن كنا بنستخدم التفاضل والتكامل، لو العجلة دالة في الازاحة كان في قانون اسمه اي في اس بيساوي في دي في، لو العجلة دالة في السرعة كنا بنستخدم ان الاي بتساوي الدي في على الدي تي. لو اداني علاقه بين الفي والاس في راس السؤال بنستخدم القانون اللي بيقول في بتساوي تي اس على دي تي. اقصد اقول ملخص المحاضره اللي فاتت ان انت بتحل المساله من خلال قوانين، من خلال معادلات. لكن النهارده الموضوع مختلف تماما، احنا بنتكلم النهارده على اهم مساله في امتحان الميدترم، ما كانتش اصعبها. واكثر مساله عليها درجات. يعني ممكن يبقى عليها مثلا لو الامتحان عليها 20 هو فعلا الامتحان اللي بترم عليه 20. فانت النهارده بتتكلم على نوع مساله عليه 8، عليه 7، عليه 9، انا افتكر في سنه من السنين حطينا 11 درجه عليه. مساله اسمها الجرافيكال سوليوشن، لو احنا ترجمنا مظبوط ان انت النهارده مش هتكتب معادلات. انت النهارده جاي ترسم، جاي تتعلم ازاي تحل المساله بتاعتك من خلال حاجه اسمها الرسم. أنا هبدأ المحاضرة علشان الكلام مهم جدا. النهاردة هنرسم من غير مقياس رسم. هترسم بإيدك، رسمك لوك. يعني محدش يمسك المسطرة في الامتحان يقعد يرسم صفر واحد اتنين تلاتة والكلام، محدش يعمل لي مقياس رسم، لا خالص. احنا هنشوف النهاردة إيه المطلوب مننا، بمعنى إيه؟ المسألة بتيجي إزاي في الامتحان؟ احنا عندنا تلات رسومات أساسيين، عندنا تلات رسومات أساسيين. في رسمة بتمثل علاقة ما بين الإزاحة والزمن. وفي رسمة هتجيلك في الامتحان بتمثل علاقة بين الفيلوستي والزمن. وأخيراً علاقة بتمثل الأكسلريشن مع الزمن. هما دول التلات رسومات. أول ملحوظة خدوا بالكم من الترتيب اللي أنا عملته. مين بيبدأ؟ ها؟ اس في اي. الملحوظة رقم 2، حد اخد باله مين المحور الافقي في المساله؟ الزمن. واضح ان هو طبقا للمحاضره بتاعت الاسبوع اللي فات اختار المجموعه الثانيه. حد فاكر المجموعه الثانيه كانت بتقول ايه؟ افكركم كده مع بعض اللي ما حضرش. المجموعه الثانيه كانت بتقول ان لما تبقى الازاحه داله في الزمن هتبقى السرعه داله في الزمن هتبقى العجله داله في الزمن، اصبحت العلاقه ما بين الثلاثه علاقه تفاضل وتنازل تكامل وتطابق. وبناء عليه لو انا جيت قلت لك الازاحه اس بتساوي 5 تي تربيع زائد 2 تي زائد 1، مثال سريع اهو، يبقى اذا السرعه بتساوي 10 تي زائد 2، اذا العجله بتساوي كام؟ 10. حضرتك عملت ايه ببساطه؟ ها؟ فاضل لي. النهارده انا لما اجي ادي لك علاقه بيانيه ايا كان شكلها في المساله، ايا كان الشكل اللي هجيبه، اديك ده واطلب منك الاثنين دول، فحضرتك هتعمل ايه النهارده؟ هتروح مفاضل الشكل ده. الاسبوع اللي فات انت كنت بتفاضل المعادله، الاسبوع ده انت هتفاضل الرسمه بتاعت الازاحه علشان ترسم منحنى السرعه. وساعه ما تجيب منحنى السرعه تفاضله علشان تجيب منحنى العجله. طب لو العكس حصل يا جماعه؟
لكان هنعمل ايه؟ يعني انت عايز تقول لو ممكن يجي في الامتحان يديني علاقه مرسومه ما بين الاكسلريشن والتايم، ساعتها هعمل ايه؟ اكامل العجل اجيب مين؟ ها؟ السرعه، واكامل منحنى السرعه اجيب الازاحه. وطبعا لو اداك السرعه في النص ها يبقى هنعمل ايه؟ هنفضل مره ونكمل مره. هو ده اللي هيحصل النهارده بالظبط. ان انا بدل ما هفاضل وهكامل داله رياضيه او معادله رياضيه، لا ده انا النهارده هفاضل وهكامل رسم بياني. هنبدا مع بعض كده ازاي نفاضل الرسم البياني. رقم واحد، تفاضل الرسم البياني. رقم واحد قاعدة، كلنا عارفين ان التفاضل بيقلل درجة الدالة بواحد. هكتبها، التفاضل بيقلل درجة الدالة بواحد، كلكم عارفين الكلام ده. تعالى بقى نستفيد من دي في ايه؟ ان انا لو جبت لك بارابولا من الدرجة الرابعة، ها حد جدع يعرف يقول لو فضلتها هتديني ايه؟ يعني لو رسم لي بارابولا من الدرجة الرابعة هروح راسم بارابولا من الدرجة ها التالتة. طب لو فضلت بارابولا من الدرجة التالتة، قال لك تدي لك ها بارابولا من الدرجة التانية. طب بارابولا من الدرجة التانية لو فضلتها هتدي لك ايه؟ ها؟ درجة أولى، معادلة خطية صح؟ قال لك في الحالة دي ممكن خط مستقيم كده وممكن خط مستقيم كده. حد عارف الفرق بين الخطين دول ايه؟ واحد بيزيد واحد بيقل. احنا هنقول بعد شويه فرق في الميل، ان الميل هنا موجب لكن الميل هنا سالب، وده هيتعرف بعد شويه وانت بتحل المساله. طب تعالى كده بص، ده احنا كلنا عارفين ان ميل موجب لكن الميل هنا، الميل يعني السلوب سالب نيجاتيف. طب لو فضلت الدرجه الاولى تديني ايه يا شباب؟ ها؟ تديني ثابت. قال لك لو درجة أولى، درجة أولى أهي تزايدية هتديك ثابت موجب، لكن لو درجة أولى تناقصية أو ميلها سالب هتديلك ثابت ها؟ سالب نيجاتيف. وهنشوف الكلام ده في الرسم، بس احفظ القواعد ورايا. طب سواء ثابت موجب أو ثابت سالب، لو أنا فضلته يديني إيه يا شباب ها؟ زيرو، يديني صفرية. يعني في الآخر خالص أنت هتوصل إلى الزيرو. الشكل ده يتحفظ. لو عندك بارابولا درجه 5 تديك رابعه، تديك ثالثه، تديك ثانيه، تديك اولى، تديك ثابت، تديك زيرو. هو ده التسلسل اللي حضرتك هتمشي بيه في عمليه الرسم معايا بعد شويه. الحاجه رقم 2 او القاعده رقم 2، كلنا عارفين ان التفاضل من الترم الاول في الرياضه معناه الميل، او انتوا كنتوا بتسموه ميل المماس. دي قاعده اللي ما يعرفهاش يعرفها. لازم تبقوا عارفين ان التفاضل بتاع المنحنيات معناه ميل المماس. لدرجه من الدرجات لو انتوا ما تعرفوش الكلام ده، لو انا جيت مثلا شايف المنحنى ده، شايف النقطه دي، عايز التفاضل بتاع النقطه دي. لو انا اتكلمت معاكم في البرنسبلز في المبادئ، شايف المنحنى ده تقول لي اه، شايف النقطه دي انا عايز افاضل المنحنى عند النقطه دي، تقول لي ايه؟ تقول لي اعمل مماس وهات زاويه الميل ده اهي، تان ثيتا هو الميل هو التفاضل على طول. ده قاعده اللي ما يعرفهاش يتعلمها. لو انا جيت في مره من المرات لغايه بكالوريوس وطلبت منك في منحنى من المنحنيات عند نقطه معينه عليه انت تفاضل، قول لي اعمل مماس وهات تان ثيتا زاويه الميل. تان ثيتا اللي هتطلع لك دي هي عباره عن قيمه التفاضل. علشان كده عملوا القاعده الجميله دي اللي بتقول ايه؟ ان التفاضل معناه تان ثيتا. ميل المماس دي معناها تان ثيتا. ولو سمحت يا طلبة الإعداد، هذا الكلام لا ينسى، هتحتاجوه. هتحتاجوه كتير معانا في الداينامكس. دي هنستفيد منها ازاي؟ القاعدة دي هستفيد منها النهاردة في حل المسائل ازاي؟ إن أنا مثلا لما أجي أقول لك شايف الإزاحة مع الزمن؟ طب إزاحة مع زمن، بص كده إيه اللي حصل للإزاحة دي؟ زادت من الصفر لغاية ما وصلت ل 20 متر، بعد كده نزلت لزيرو تاني مثلا.
خلال الفترة الزمنية من صفر لأربع ثواني ومن أربع ثواني لثمان ثواني، طبعًا ده محور الزمن. دي مسألة صغيرة. أنا أطلب منك إيه بقى في الامتحان؟ شايف الرسمة دي؟ علاقة بين إيه وإيه؟ زحمة وزمن. أهو ده اللي أنا كنت بتكلم عليه في مقدمة المحاضرة، زحمة مع طيب. طب ارسم لي بقى، أرسم مين؟ مين اللي عليه الدور يا شباب؟ الفلوسطي مع الطيب. فحضرتك هتيجي تعمل إيه؟ هتيجي تحت محور الإزاحة الرأسي وتعمل محور السرعة الرأسي. وتروح يديني محور زمن. وتنزل بالأربعة. وتنزل بالثمانية. تاني على هيافة اللي أنا بعمله. تاني. محور السرعة أنت اللي هترسمه في الامتحان تحت محور الإزاحة. وهتديني محور زمن. وتنزل بالأربعة. وتنزل بالثمانية. وتنزل بالخمسة. وتنزل بالعشرين. لأن أنا جايب لك مسألة سهلة دلوقتي، ده أنا لسه بشرح. فيها فترتين، المسألة اللي هتيجي فيها خمس ست فترات. هقول لكم على حاجة صغيرة علشان يبقى أنا عملت اللي عليا معاكم. يجي يعمل إيه في الامتحان الطالب الشاطر اللي مش مذاكر، وإحنا أول ما بنبص كده في التصحيح يقول لك ده مش فاهم حاجة. إزاي بقى؟ أنا مثلا لما باجي في الامتحان أروح أعمل له إيه؟ آدي الإزاحة مع الزمن. من صفر لاتنين، من اتنين لأربعة، من أربعة لستة، من ستة لتمانية، ويعمل كده وكده وكده وينزل في الثاني ويكمل. واقول له ارسم بقى. والمشكله ان انا سايب له مكان تحتيها عشان يرسم. انا سايب له مكان تحتيها فاضي قد كده. قد كده ده نص صفحه عشان يعمل ايه؟ عشان يرسم. فلما يجي يرسم يعمل ده ويعمل كده وينزل، لا انتوا عارفين يعمل ايه الطالب بقى اللي مش فاهم حاجه؟ يروح سايب ده كله، والله ده اللي هيحصل. ويجي في ظهر الورقه، في جنب الورقه، في حته ثانيه انا ما اعرفهاش مش شايفها، ويبدا يعمل ايه؟ يرسم اي هبل. ما ينفعش. انت علشان ترسم ادي منحنى الفي مع الطيب وتنزل بالاثنين وتنزل بالاربعه وتنزل بالسته وتنزل بالثمانيه، وهذا الامر انا اكد عليه مره واثنين وثلاثه النهارده. احنا لازم الرسومات تبقى شكلها موحد. كل الفترات زي بعضها، لان انت هترسم فتره فتره. ارجع بقى تاني كده. وان التفاضل معناه ميل المماس، انا عايز افاضل دي وفاضل دي، فانت بتشتغل فتره فتره. القاعدة الأولانية قالت لك إيه يا هندسة؟ يعني القواعد أنت بتطبق، أنت مش شغال بمزاج. بتقول لما يبقى عندك درجة أولى ها تفاضلها إيه؟ ثابت. يعني أنا هرسم هنا ثابت. طب إيه الفرق بين الدرجة الأولى دي والدرجة الأولى دي؟ ما أنا لسه قايل دي تزايدية ودي إيه؟ فدي هتديني ثابت ها؟ ودي هتديني ثابت؟ سالب. ممتاز، هو ده اللي هيحصل فعلا دلوقتي. طب أنا عايز أعرف أنا رسمت أدي ثابت موجب وأدي ثابت سالب. ده كنت كام وده كنت كام؟ وتالت وتالت وعاشر والرسمة كروب. يعني حضرتك هتحط الثابت ده في أي حتة وتثبت عنه. وتيجي عند الثابت اللي ثابت ده اللي سالب ده وتيجي في أي مكان كده السالب أهو وتثبت عنه في أي مكان براحتك، الرسمة بإيدك. طب هذا الثابت كنت كام؟ هو تفاضل اللي فوق، طب تفاضل اللي فوق طبقا للقاعدة دي تان سيتا. فهمتوا حاجة يا شباب؟ ده اللي هيحصل في الحل. لا في بقى قوانين نيوتن ولا تفاضل ولا تكامل ولا علامه التكامل تظهر ولا تكامل اكس ما اعرفش يديك اكس تربيع على الاثنين ولا الكلام ده خالص. احنا النهارده ما عندناش معادلات، احنا النهارده عندنا قواعد للرسم. لما اقول لك ده يدي ثابت قيمه الثابت والتفاضل اللي فوق، والتفاضل اللي فوق طبقا للقاعده دي تان سيتا. طب تان سيتا بتساوي كام؟ المقابل على المجاور، صح كده ولا لا؟ طب المقابل بكام؟ 20. طب المجاور بكام؟ 20 على 4 بقى كام؟ تعالى عند الخمسه وزد. خلصت. طب اللي بعدها؟ انا عايز اجيب تان سيتا هنا. يبقى المقابل على المجاور، طب المقابل بكام؟ ب 20، طب والمجاور بكام؟ 20 على 4 فيها كام؟ تعالى عند السالب خمسه وزد، ووصل النقطه دي والنقطه دي، فهو ده الرسمه. شكرا. خلصت المثال. يبقى انا كده بعرف ارسم اهو. ولسه احنا هنكبر، ده حاجات انا بدي لك مثال ليه فكرة تان سيتا. أدي مسألة كبيرة شوية. Yeah.
راح يصور مع لازم زي اللي قدامنا يا شباب. شباب شوفوا كده، دي حاجة ممكن زي كده تيجي في الامتحان. طبعا مسألة الجرافيكال مسألة بتناديك لوحدها في الامتحان، هي تقريبا أول مسألة أنت هتبدأ بيها. هي تقريبا، وخلي بالكوا هتيجي مقال مش ام سي كيو. المسألة بتيجي مقالية، ما بتجيش ام سي كيو، لأن في الآخر أنا بقول لك إيه؟ أنا هطلب منك كده، بقول لك درو ارسم. لو سمحت انا مدي لك منحنى الديسبليسمنت فيرسس تايم، علاقه ما بين الازاحه مع الزمن. ارسم لي المنحنيين اللي ناقصين اللي انت عارفهم. طبعا انا بدات وقلت لك هم انت بتلعب النهارده بثلاث منحنيات تحت بعض، فطبيعي سايب لك مكان فاضي، فحضرتك بتيجي بتجهز المساله. اللي انا بعمله ده جزء من الحل وليس الحل. فجيت في الامتحان ورحت عامل ادي منحنى الفي مع التايم، وادي منحنى الاكسلريشن مع التايم، وارجوك يا باشمهندس يا عظيم بالمسطره بالمسطره، مش هتخسر حاجه. ايدك مسطره اشتغل بيه. ورحت نازل بالاثنين، شايف داش وكاتب اثنين واثنين، ونازل بالخمس ثواني خمس ثواني، لان انت بتشتغل فتره فتره، ونازل بالثمانية ثمانية، ونازل ب 12 ثانية 12، أي أرقام أنا أديها لك زي ما أنا عايز. أنا كده ما عملتش حاجة. حتى أنت في الآخر هتلاقي في حاجة اتعملت كده شكلها حلو. طيب وده آخره. خلي بالكم بقى من اللي هيحصل بعد الظهور. لو سمحتم اشتغلوا فترة فترة. واستحالة طالب يجيب ده لما يجيب ده. وبالتالي الناس بتزعل ان لو ده غلط العوض على ده. عشان كده المساله دي الدرجات فيها يا تبقى حلوه قوي قوي قوي، ها يا تبقى وحشه قوي، ده اكيد. لان طب اقول لك على حاجه غريبه كمان، تخيلوا طالب غلط هنا. انتوا عارفين دي معناها ايه؟ معناها ان دي بقى غلط ودي بقى غلط ودي بقى غلط واللي بعده كله بقى غلط. المساله كلها تراكميه، وده اسوأ حاجه فيها. طيب انا اشتغل ازاي؟ انا اقول حاجه، انا مدي لك قاعدتين العب بيهم. زي ايه؟ انا اقول لك على حاجه، انا متوقع شكل الرسمه اللي جاي اهو. بص كده، انا واحد من الناس متوقع شكل الرسمه اللي جاي. درجه ثانيه، درجه اولى، ثابت، صح ولا لا؟ طب بص اللي جاي ده هتعجبك، هتعجبك قوي، لان ايه؟ ممكن اطلع شويه حاجات كده من غير ما اعمل اي حاجه. زي درجه اولى، ها، ثابت، زيرو، صح ولا لا؟ ها؟ طب درجة أولى ثابت؟ زيرو. درجة أولى ثابت؟ في مشاكل في اللي أنا عملته ده؟ أبداً والله. اللي هو إيه؟ بقول لك تاني أهو، ده التوقع للي جاي، أنا ما عملتش حاجة. طب تعالى كده، درجة يا هندسة، يا بنات، يا رجالة، اتعلموا إزاي ترسموا. وخدوا اللقطة اللي جاية لأنها في منتهى الأهمية، أنا ما شرحتهاش، بس ده عقل، عقل بيفكر. انت بتقول لما يبقى عندك درجه ثانيه تدي لك درجه ايه؟ ها؟ اولى. طب درجه ثانيه هرسم هنا ايه؟ درجه اولى، درجه اولى يعني خط مستقيم، صح؟ وقبل الخط المستقيم كلكم عارفين الكلام ده للاسف له بدايه. طب بدايتك كام؟ ونهايتك كام؟ عشان اوصل بينهم. فوقفت، كتفت، بس لقيت فيه جفن مستخبي. دي تربيع. حد فاهم حاجه؟ فجيت على جنب. طب بصوا كده الفكره اللي جايه دي على جنب عشان تتعلمها وتحفظها. واقول لك خلال الفتره الاولى الاس بتساوي تي تربيع، صح ولا لا؟ يبقى السرعه بتساوي 2 تي. حد زعل؟ طب حد عارف انا ما عملتش ايه؟ انا عملت ايه يا شباب؟ فبقى معايا معادله بتقول ان السرعه بتساوي 2 تي، ومعايا حدود الفتره 0 و2، صح ولا لا؟ طب تعالى كده شيل الزمن وحط صفر، صفر في 2 بكام؟ ابدا الرسمه من عند الصفر، بمزاجك ولا غصب عني؟ صراحة. فبص كده اللي جايه عند نهايه الفتره الزمن بكام؟ 2 في 2 بكام؟ فالسرعه وصلت لاربعه. انت حطيت الاربعه فين؟
هل انا جيت قسمت 0 1 2 3 4 ولا حطيت الاربعه في اي مكان؟ في اي مكان. ورحت جاي موصل ما بين الصفر والاربعه. حد فهم حاجه؟ طب سهله ولا صعبه؟ والاوردر كده يبقى مطار اكيد. الموضوع كله عباره عن شويه معطيات انا بستفيد منها، وان اي خط مستقيم له بدايه ونهايه. هتجيب بدايته ونهايته ازاي؟ خدت الجيفن ده فضلته وعوضت فيه بحدود فترتي. طب بص للي جاي، شوف اللي جايه وهتعجبك لان فيها شويه افكار كويسه. ودي مساله امتحانات. زي ايه؟ درجه اولى تديني ثابت. طب انا عايز اعرف قيمه الثابت. اسال نفسك وانت بتحل النهارده كده على الدرس ده، هتثبت عند الاربعه ولا فوق الاربعه ولا تحت الاربعه ولا بالسالب؟ انا مش عارف. في قواعد هتحكمني. زي ايه؟ زي ان التفاضل معناه ها؟ طيب تعالى كده، يا خط يا مستقيم. انا اعرف فضلك ازاي؟ ان انا اجي عند نقطه بدايتك واعمل لك افقي وابدا اجيب تان سيتا. قال لك انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت بتفاضل. لو انت فاهم كويس اللي انا قلته النهارده، انت بتفاضل. تان سيتا معناها التفاضل. طب تان سيتا عباره عن المقابل على المجاور. الدنيا مش وردي. كل حاجة فيها برضه حتة تركية للطالب الشاطر. زي إيه؟ زي المقابل بكام؟ أنا ما عنديش مشكلة في المجاور. الأدجاسنت ده عبارة عن 5 ماينس 2 كام ها؟ يبقى تان سيتا بتساوي الأوبوزيت على 3، الأوبوزيت ده هو المقابل، طب المقابل بكام؟ نحسبها. هل 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 يا رجالة ورا، هل المقابل ب 30؟ ممكن أضحك على نفسي تبقى نصيبة. أنت عارف ال 30 دي فين؟ 30 دي كلها صح ولا لا؟ فكأن الراجل بيقول لك تركايا اسهل من السهوله، هيبقى خالص. عباره عن ده ناقص ده، صح ولا لا؟ طب انا عارف ده ب 30، طب ده بكام؟ اجيبها. اللي هو انا ابقى عارف ان انا اعوض عن الزمن ب2، لان الزمن ب2 بيحقق المعادله دي، صح ولا لا؟ فال2 تربيع بكام؟ فجبت الارتفاع هنا ب 4، 30 ناقص 4 تاني 26، يبقى 26 على 3. 26 على 3. ها؟ كلام واضح؟ فيها 8، 3 في 8 و6 من 10. فين 8؟ ده قيمة الثابت على فكرة. تفاضل الدرجة الأولى ثابت عند ال 8 و6. شفت أنا حطيت إيه؟ أهي حتة بس أعلى من الأربعة. ورحت عامل ثابت. ورحت موصل دي. بداية بنهاية. اللي بعده، ركز في اللي جاي. والشاطر اللي يفهم اللي جاي. ليه؟ لان انا في الشرح من شويه قلت لكم ايه الفرق بين الدرجه الاولى التزايديه والدرجه الاولى التناقصيه، حصل ولا لا؟ دي بتدي ميل موجب ودي بتدي طب دي ميل موجب، طب دي ميلها ايه؟ طب ما هو الميل اهو تان سيتا 2، يبقى في الحل كده على الهامش بتساوي المقابل بكام؟ 30 على ها 8 ناقص 5 كام؟ فطلعت بكام؟ لا يا نهار، انت عايز تقول ان انا اللي هحط الاشاره السالب من عندي. فهمتوا حاجه؟ فين السالب 10؟ حد يعرف يقول السالب 10 فين؟ يا سالب في اي حته براحتك اهي، وجيت عملت ثابت ورحت موصل النقطه دي الجميله دي للنقطه دي. يا رب يكون الكلام واضح. واخيرا عايز برضو خط المستقيم طالع ولا نازل؟ ها؟ حد يقول طالع ولا نازل؟ يبقى تان سيتا اهي تان سيتا 3 بتساوي المقابل اهو، حد كده يعرف يقول المقابل ده بكام؟ ب 9 على 12 ناقص 8 كام؟ 4، يبقى كام ده؟ ها؟ 9 على ال 4 فيها ال 2، 2 في 4 ب 8 يبقى 2 وربع، بس الاشاره ايه؟ ها؟ سالب، يبقى عند فين السالب 2 وربع؟ فوق السالب 10، فجيت فوق السالب 10 سالب 2 وربع، ورحت عامل كونستانت وموصل النقطه دي بدي، موصل النقطه دي بدي، فبقى شكل المنحنى بالمنظر الجميل ده. تاني هقول جمله اخيره. انا بلعب بشويه قواعد بالرسم. اخرها دول تان سيتا موجب وسالب و درجة رابعة تديني ثالثة، ثالثة تدي ثانية، ثانية تدي أولى. شباب فاضل فترة واحدة بس لو أنتوا أخدتوا بالكم منها في الرسم. أهي. حد شاطر يعرف؟ اسمع كده يا هندسة. ناس اسمع. حد
حد شاطر يعرف يقول هنا اللي هيترسم ايه؟ ثابت. برافو. الثانيه، حد شاطر يعرف يقول قيمه الثابت بطريقتين؟ بطريقتين. انا عارف ان هو اثنين بس انا عايز اقول طريقتين. الطريقه الاولى، فاكرين السرعه كانت بتساوي ايه؟ يعني العجله بتساوي ها؟ يبقى العجله بتساوي اثنين. تعالى عند الاثنين واثبت. حد شاطر يعرف يقول الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان انا افاضل الدرجه الاولى فاجيب ايه؟ ها؟ تان ثيتا. طب 4 على تطلع ب 2. طب جميع الاحوال هتطلع ب 2. بص شكل الرسمه في الاخر بقى عامل ازاي؟ بقى حاجه شكلها حلو. حاجه شكلها حلو. هذا النوع من المسائل، هذا النوع من المسائل، ما تزعلوش مني، هذا النوع من المسائل نسبة مجيئه، أنا بتكلم على التفاضل، يا هندسة، يا بنات، التفاضل، إحنا لسه في جزئية اسمها التفاضل. نسبة مجيئه في امتحاني من الترم 30%. أمال ال 70% مين؟ اعكس حبيبي. للتكامل. مين؟ شباب الصوت يا اخوان، ها الصوت. الجزء الثاني من المحاضره، الجزء الثاني من المحاضره اهم من الجزء الاولاني، لانه ببساطه هو الاهم وهو الاصل وهو اللي بيجي في امتحان الترم الثاني، ان احنا هنعكس الموضوع ونجيب التكامل اللي هو ايه؟ يديلك منحنى الاكسلريشن مع التايم ويطلب منك ان انت ترسم الفيلوسيتي وترسم الديسبيس. طب ايه هي قواعد رسم التكامل؟ عندنا مجموعه قواعد. اول قاعده بتقول ان التكامل بيزيد درجة الدالة بواحد. كلنا عارفين الكلام ده. تعالى بقى نعملها بالرسم كده الكروكي، رسم كروكي. زي ايه؟ يعني يا هندسة لما يبقى عندك زيرو وتقول لي اعمل لي تكامل، أقول لك تكامل الصفر ثابت. أقول لك تكامل الصفر إيه؟ ثابت. بس فيه احتمالين، وكلكم عارفين الاحتمالين. يا اما ثابت بوزيتيف يا اما ثابت ها نيجاتيف. كويس جدا. طبعا هو تكامل الصفر ثابت موجب ولا ثابت سالب؟ انا هو في المساله موجب ولا سالب انا ما اعرفش. طب اسمع كده وارجوكم هذا الكلام يحفظ. طب مين اللي هيقول ان الصفر ده تكامله ثابت ولا ثابت موجب ولا ثابت سالب؟ المساله نفسها تقول. تقول بقى بطريقه مباشره وواضحه، تقول بطريقه غير مباشره، هنشوف بعد شويه. طيب خلينا نكمل. طب تكامل البوزيتيف كونستانت، قال لك درجه اولى تصاعديه، فاكرين مع العكس؟ عشان الميل موجب. طب والنيجاتيف كونستانت يديك ها درجه اولى؟ غصب عنك هتلاقيها بتنزل، وانت بترسم هتلاقيها بتنزل. كويس جدا. تعالى نكمل، وارجوكم تاخدوا بالكم بقى من اللي جاي. ليه؟ تفرق في الرسم. ما قلناهاش في التفاضل لانها ما كانتش هتفرق. والدرجه الاولى التزايديه، تدي لك بارابولا من الدرجه الثانيه. والدرجه الاولى التناقصيه تدي لك بارابولا من الدرجه الثانيه. بس ايه الفرق بينهم؟ تعالوا نحط اسم كده زي مثلا انا دايما بحب اشبهها بالعدسات، عدسه مقعره وعدسه محدبه. طب بص كده هندسه بس علشان خاطر انت دي ودينا كلنا يعني في 60 درجه. الحته دي النقطه دي. لما يبقى عندك نقطه ونقطه واقول لك وصل منهم ببرابولا من الدرجه الثانيه. فقدامك اختيارين، يا توصل منهم كده يا توصل منهم كده. طب ده صح ولا ده صح؟ مش بمزاجك بقى ساعتها، على حسب ايه؟ على حسب شكل الخط المستقيم اللي انت هتكمله، هل تزايدي ولا تناقصي؟ تزايدي يجي لك مقعر.
تنازلي يجي لك محدد. طب بص اللي جاي وخدوا بالك، لو درجه ثانيه هتدي لك درجه ثالثه مكعره، مكعر دي مكعر، والدرجه الثانيه مش هتقابلوها. انا بقولها لك اهو، مش هتقابلوها، تقلب مكعره في الثالثه، مش هتقابلوها عندنا، تقلب ايه؟ بس اللي هيعمل محدب يدي محدب ومقعد يدي مقعد هنحسبها له صح في الامتحان، لان الحته دي رياضه مالناش دعوه بيها. بس هو الصح ايه؟ ان الدرجه الثانيه المحدبه بتقلب مقعره في الثالثه. بس تاني اللي هيعمل او اللي هيثبت، عشان انا قلتها قبل كده، اللي هيثبت محدبه تدي محدبه، يعني اللي هيعملها كده في الامتحان في الثالثه هيديها له صح، ان انتوا مش هتقابلوا الحته دي قوي. ثانيه تدي ثالثه، تانية تدي تالتة، مكعرة تدي مكعرة، محدبة تدي محدبة، هنديها له صح. لكن هو الصح اللي في الرياضة إن كله يقلب مكعر في التالتة. طب وفي الرابعة؟ كله مكعر. طب في الخامسة؟ كله مكعر. هتمشي بقى مكعرة خلاص معاك. طب أدي أول قاعدة عندنا. وأقول لكم تيك كير من دي. هتودينا كلنا في داهية بقى شوية، وهنشوف تلخبط المسألة كلها. طيب القاعدة التانية. ودي بالنسبه لكم مهمه جدا، واللي ما يعرفش يجيب مساحات، اللي ما يعرفش يجيب مساحات، لان اذا كان التفاضل معناه ميل المماس فالتكامل المساحه تحت المنحنى، انت جاي تكامل ارمي منحنى جيب المساحه. فالقاعده الثانيه في منتهى الخطوره بتقول والتكامل يعني المساحة تحت المنحنى. فده يدخلني في قصة بقى، استغفر الله العظيم يا رب، سؤال غبي، هو أنت بتعرف تجيب المساحات؟ ما طبعا. تعال نجرب. إيه رأيك لما أجي لك وهكبر؟ خلي بالك علشان أنا كل شوية تاني عمال أكبر في الرسم، وأنا عايز أوصل للآخر. مش عايز أتكلم في الهيافة دي، بس خلينا نبدأ صح. عندك مثلا عجلة خلال زمن من صفر لاثنين كان الكونستانت عند الاربعه. حد يعرف يجيب قيمه التكامل بتاعها ولا حاجه؟ تاني كده حته التكامل بتاعها دي قيمته كام التكامل ده؟ المساحه تحتيه. طب هي المساحه تحتها اهي مساحه مستطيل، صح كده ولا لا؟ 2 في 4 يبقى اذا التكامل بيساوي 8، قيمته 8. طب اللي بعده لما اجي في الامتحان واقول لك ادي العجله مع الزمن بدأت من صفر خمسة خلال الفترة الزمنية من صفر لعشرة، كملها، تقول لي مساحة مثلث، إيه يا عم الكلام السهل ده؟ نص القاعدة في الارتفاع نص، قاعدة بعشرة، الارتفاع بخمسة، نص العشرة خمسة يساوي 25، اللي بعده. لما أجي في الامتحان مثلا وأجيب لك منحنى بس درجة أولى بس مش بدأ من الصفر ده، بدأ من 2 لغاية 10 خلال الفترة الزمنية من صفر ل 15، تيجي تقول لي المساحة سهلة برضه؟ انا يا عم يعني يوم ما هتضايق خالص هروح جاي مقسمها مساحتين مستطيل، مع ان في ناس تعرف كويس جدا تجيب شبه المنحنى. اللي هو يا شباب يا شباب، طب اقول لك على حاجه، انا 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 بعملها زي طول عمري، ده مستطيل، اسمع كده، ده مستطيل. انا بقول لك انا عملتها ازاي طول عمري، اعملها كده، قاعده في ارتفاع، قاعدة 15 في الارتفاع، بس أنا ما عنديش ارتفاع واحد، أنا عندي فبجيب متوسطة. فهمتوا حاجة؟ فهمتوها؟ حد عارف اللي هي بقى كانوا زمان بيقولوا عليها إيه؟ ها؟ نص مجموع القاعدتين اللي بيوزوا بعض في الارتفاع اللي... بس أنا عملتها بالعكس، أنا بقول لك أنا بسهل على نفسي، أنتوا بتصعبوا على نفسكم. القاعدة في الارتفاع، بس أنا ما عنديش ارتفاع واحد، أنا عندي كام؟ هات متوسطة. علشان كده الواحد بالآلة الحاسبة بيعمل إيه على طول؟ هي عبارة عن 15 في، حد عارف كام؟ في 2 و10 على 2. 2 و10 كام؟ 12، 12 على 2 6 في 15 تطلع زي تطلع 90 مثلا. فهمتوها؟ يبقى إذا التكامل هنا يا هندسة لو دي مزعلاك خش بقى في مستطيل المثلث، بس اتس تايم. ده وقت يا حبيبي، انت عمال تقول مساحه مستطيل ومثلث وتيجي مع ده على ده، واصبحت احتمالات الخطا وارده. وخلي بالك انت في المساله دي لازم تشغل عينيك اكتر من ايدك، مش هيبقى في وقت، انت هتشوف بعد شويه.
طيب اللي بعدها بقى خش بقى اللي جايه وده اللي انا عايزها. سيبك من الهيافه دي، انت واخد بالك ثابت ها درجه اولى ها درجة. اللي جايه بقى ايه؟ برابول. طب بص كده يجي في الامتحان يقول لك طب انا عايز كامل البارابولا دي اللي لها الدرجه الثانيه خلال الفتره الزمنيه من 0 ل 4 حصل زياده للعجله من 0 ل 20، عايز اكمل دي. طب مش هزعلك، بص بقى اللي جاي كمان. عايز تكمل دي؟ طب انا عايز اكمل ده. بارابولا وصلت من 2 ل 20 خلال الفتره الزمنيه من 0 ل 4، ايه الفرق بين دي ودي؟ دي بدات من 0 لكن دي بدات من رقم، عامل لها شيفت فوق. طب بص اللي بعدها عشان تعمل لي كومباريزون مقارنه. يجي في الامتحان يقول لك طب انا عايز اقارن الشكل ده بدا من الصفر من 0 ل 4 برابولا من الدرجه الثانيه الان بتاعها بيساوي 2 لغايه ما وصلت ل 20، طب انا عايز اكمل الشكل ده وصلت من 2 لغايه ما وصلت ل 20 خلال الفتره الزمنيه اي رقم من 0 ل 4. حد اخد باله؟ ها؟ اللي هو يجيب لك ايه؟ برابولا بس ممكن تبدا من الصفر وممكن تاخد شيفت لفوق. وممكن تبقى البارابولا مقعره وممكن تبقى البارابولا ايه؟ ها؟ محدبه. طب انت عايز تجيب ايه؟ مساحه تحتها؟ طب بص معايا يا جماعه عشان اديكم قاعده عامه. انا مش هقول درجه ثانيه، انا هقول درجه ان، والان دي ممكن تبقى بكام يا شباب؟ ها؟ الان بكام؟ ها؟ 2 ها؟ 3 4 ايا كان. ودي درجه ان. ودي درجه ان. ودي درجه ان. ممتاز. الكلام اللي انا هقوله على البارابولا اللي بتبدا من زيرو. البارابولا اللي بتبدا من زيرو انت عايز تجيب المساحه اللي تحتها. صح كده؟ فقال لك يبقى المساحه بتساوي 1 على ان زائد 1 في البيز في الهايت. واحد على ان زائد 1 قاعدة في ارتفاع. قاعدتها في ارتفاعها. حد يعرف يقول ايه اللي انا بعمله ده؟ اللي هو بيقول ايه؟ اسمع كده الاصل. الكلام ده رياضي مش ميكانيكي. ان هو بيقول لك يا باشمهندس ان المساحة اللي انت عايز تجيبها ما هي الا مساحة المستطيل ده. شايفه ولا لا؟ بس انت هتاخد جزء منه. صح كده؟ لإن ده هوا. ده هوا مش معاك. أنت هتاخد الشريحة دي بس، فهذه الشريحة بتمثل نسبة من المستطيل، وكلنا عارفين مساحة المستطيل، قاعدة ارتفاع، حد مختلف معانا كده؟ طب هذه النسبة كام؟ 1 على إن زائد 1، تعال نجرب بقى، يلا خليها درجة تانية تبقى تلت. يا دي تلت المستطيل. لو ده درجة تانية، طب يلا، طب لو دي درجة تالتة، ها؟ تبقى ربع المستطيل. طب لو درجه رابعه ها؟ خمس المستطيل وهكذا. يبقى اذا المساحه تحت البارابولا المقعره ما هي الا نسبه من المستطيل الذي يحويها. الكلام ده في منتهى الخطوره ويا تاني اقسم بربي هو ده اللي هيوقعكم. اللي هيقع او اللي عايز يقع بسبب دي. لان ده ما تزعلوش هي دي المساله. هنشوف بعد شويه حاجات بيعلم بقى لربنا كلها كده. اللي هيزعلك ده اصلا ان انت بتختلف معايا في ربع ولا تلت مش بمزاجك، لان اللي جايه بعد شويه هي فين؟ اهي. فبص ده كده، لان ايه الفرق بين دي ودي؟ طب ايه وجه التشابه بين دي ودي؟ بدا من الصفر. دي بدا من الزيرو ودي بدا من الزيرو، صح ولا لا؟ طب بص كده، هو فين المستطيل اللي بيحويها؟ قال لك استنى كده 4 في 20 ادي المستطيل اهو، بس انا عايز الحته دي بس، صح ولا لا؟ فقال لك الحته دي الاريا بتاعتها بتساوي ان على ان زائد 1 من مساحه المستطيل. حد اخد باله من حاجه؟ خليها درجه ثانيه كده يلا. ها؟ خليها درجه ثانيه. يبقى تلتين. قال لك يعني دي كانت كام ودي بقت كام؟ ها؟ تلت. تلتين. وتلتين. ربع. تلات ارباع. انت واخد بالك هما دايما بيكملوا بعض الواحد. خمس. اربع اخماس. ما هم اربعه على خمسه. وهكذا. وهي دي بقى اللخبطه، هي ربع ولا ربعين؟ هي تلت ولا تلتين؟ وعندك مشكله كبيره جدا في قاعده في ارتفاع، بس قاعده ايه؟ المستطيل اللي هو بيبدا من عندها، المستطيل اللي هي جواه. طب بص كده يا هندسه، دي بقى
انا قلت الفكره خلاص. يعني تعالى نجرب كده درجه ثالثه. يلا يا هندسه درجه ثالثه نعمل ايه؟ عارفين اعمل ايه؟ ممكن نقسمها مستطيل و ستقسم هذه المساحه الى مستطيلين في بعض. ملهاش حد تاني. اوعى تتفزلك. اللي انا ما قلتوش ما تعملوش. لان لو في حد تاني انا كنت اولى ارجولك. لو سمحت قسم المساحه اللي قدامك الجميله ده اهي الى مساحتين. ازاي يا عم؟ ادي مستطيل خده على بعضه وادي مستطيل خد ربعه. حد فيهم حاجه؟ اجمعهم على بعض. مستطيلين فوق بعض. يبقى حضرتك لو عايز تجيب المساحه بتساوي 4 في 2 4 في 2 زائد هتعمل كده في الامتحان زائد دي درجة ثالثة مكعرة القاعدة بتاعتها واحد على ان زائد واحد تبقى كام؟ ربع. ربع يبقى ربع. المستطيل اللي فوق حدوده قاعدته باربعة ارتفاعه 16 18. فهمتوا حاجة؟ 2 تاني ربع أربعة أربعة قاعدة المستطيل أهي في الارتفاع بتاعه كل ده ب 20 وده ب 2 الفرق بينهم 18 واجمع يديك التكامل. طب نعملها تاني. لو جالك بارابولا من الدرجه الرابعه ولها شيفت ب 2 مش بادئه من الزيرو خلاص ما انا عارف انا اعمل ايه. اجيب مساحه المستطيل اللي تحت يبقى الاريا بتساوي 2 في 4 زائد أربع أخماس. حد أخد باله من أربع أخماس دي جت إزاي؟ أربعة على إن زائد واحد، أربعة على أربعة زائد واحد، أربعة أخماس. في المستطيل اللي يحويها، شايف المستطيل أهو. قاعدته بأربعة. ده بارتفاعه بكام يا هندسة؟ 18. 18، إجمع يطلع لك التوتال. فالتكامل معناه المساحة تحت المنحنى. ودي طريقة إيجاد المساحات اللي أنتوا هتلجأوا ليها عشان تقدروا تحلوا المساحة. أراجع تاني قواعد. أنت تخلص تبعت لي الفيديو ده على طول. متوجعش. حول. لو عندي زيرو بيدي ثابت موجب أو ثابت ثابت. الصوت يا هندسة اللي بتتكلم بعد إذنك. عندنا مش مسألة. الثابت الموجب بيدي درجة أولى طالعة وبيدي درجة الثابت الثابت بيدي درجة أولى نازلة. الدرجة الأولى التزايدية بتدي لك بارابولا مكعرة، ثانية. الدرجة الأولى التناقصية بتدي لك بارابولا محدبة، اتنين، مهمة جدا. المحدبة المكعرة بتدي مكعرة. المحدبة تدي محدبة أو يبقى مكعرة الاتنين صح مش هنختلف معاك. بعد كده المساحات اللي من البارابولا اللي واخدة شيفت، البارابولا اللي بادئة من الزيرو، مكعرة، محدبة، ثم القاعدة رقم ثلاثة والأخيرة. حاجتين ما لهمش داله تحفظوهم سهلين قوي. لرسم منحنى السرعه من العجله لو سمحت استخدم القانون الاتي. في النهائيه ناقص الابتدائيه بيساوي المساحه تحت العجله خلال الفترة. اللي هو لو انت تفتكر المحاضرة اللي فاتت في النهائية ناقص الابتدائية كان بيساوي تكامل العجلة، بس التكامل معناه المساحة، فأنا شلت التكامل وحطيت المساحة. ولرسم منحنى الإزاحة من السرعة نستخدم القانون الآتي. حد يعرف يقوله؟ ها؟ اس النهائية ناقص الابتدائية بيساوي ها؟ المساحة تحت السرعة. وأخطر حاجة، وهذه
القوانين تطبق فترة فترة. مفيش أسهل من كده ولا أحسن من كده. كل قانون هيطبق إيه؟ فترة فترة. مش على الفترات كلها. مش على الفترات كلها يا هندسة. عايز ترسم منحنى السرعة من العجلة؟ أدي القانون اللي هتكلم بيه بس على فترة فترة. وهقول لك إزاي دلوقتي هتشوف الكلام دلوقتي عملي حالا. وعايز ترسم الإزاحة من السرعة استخدم القانون ده في الحل. وبص كده دي نهاية الفترة. ناقص بداية الفترة تساوي المساحة تحت العجلة خلال نفس الفترة. نهاية الفترة ناقص بداية الفترة بتساوي المساحة تحت السرعة خلال نفس الفترة. احفظوهم طيب. طب احفظهم ونطبق بيهم. ها؟ في ها؟ ناقص في زيرو بتساوي المساحة تحت خلال الفترة الأولى الثانية الثالثة. وإس ناقص إس زيرو بتساوي المساحة تحت السرعة. السرعة من 2 فابدأ من 2
طب تعالى نتخيل حاجه كده مع بعض شباب، وارجوكم وانا لما اتك على حاجه انا عارف اهميتها. تخيل طالب ما اخدش باله من السرعه الكتاب 2 وبدا الامتحان من الزيرو، تقوم عليه ايه بقى؟ لا 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 لا، انا لما اقول المساله كلها طالب ما نزعلش، صح كده؟ لان قول ان هو بدا باثنين معناه ان الرقم اللي جاي بقى ايه؟ ها؟ كله غلط. كله غلط للاسف. وبقول لك مساله من اسوء المسائل اللي ممكن تقابلها في هندسه لانها تراكميه، كل مرحله بتتبني على اللي قبلها. فلو سمحت انا لما اقعد اهاتي معاك واقول لك لو سمحت وانت بتكامل خد بالك من الارقام دي النهارده وانت بتحل مسائل التكاملات، على فكره ما ظهرتش في التفاضل، حد فاكر ايه؟ افتكر عملتها؟ حد فاكر الكلام اللي انا بعمله دلوقتي اللي انا باكد عليه دلوقتي؟ وخد بالك من البدايه ما حصلش في التفاضل. ليه افكركم؟ لان التفاضل كان مديني معادله فانا فضلتها بره وعملت ايه؟ حد فاكر؟ عوضت بحدود الفتره فطلعت البدايه وطلعت هنا. لا مش الكلام ده، هنا هو اللي قال السرعه الابتدائيه في الدين. ده معناته ايه؟ طب لو ما قالش السرعه الابتدائيه خالص في المساله اعمل ايه؟ قطعت صفر واقول لك ثقه، بس تبقى بجد صفر، مش هو مديها وانت تعمل نفسك مش واخد بالك وتروح هتقلب صفر، يبقى انت كده بتايه؟ بتغصب. طب اللي بعده بص كده، انا متوقع شكل الرسم اهو يا هندسه، ده كونستانت درجه اولى تبتدي بكام؟ طب تنهي الكام؟ معرفش. لا 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 ازاي يا عم ما تعرفش؟ قال لك القانون. علشان كده هرجع تاني اقول ما مسحتش، هذه القوانين تطبق فترة فترة وفايدتها ان انت يبقى معاك بداية الفترة وهي تطلع لك نهاية الفترة. اقولها تاني، هذه القوانين فايدتها انها تطبق فترة فترة ومعاك البداية بتاعت الفترة، ها، وهي هتطلع لك مين؟ تعال نجرب. انا شغال على الفترة الاولى، انا شغال على الفترة الاولى والقانون اللي هشتغل بيه بيقول ايه؟ وفي النهائية ناقص الابتدائية بيساوي المساحة تحت العجلة. شفت انا اختصرت القانون ازاي؟ نهاية الفترة ما عرفهاش بي ناقص بدايتها باتنين، نهاية ناقص بداية باتنين بتساوي المساحة تحت العجلة. حد شاطر يعرف يقول المساحة دي كام؟ عبارة عن اتنين في اتنين بكام؟ باربعة، بيساوي اربعة. ودي الاتنين الناحية التانية فوصلت السرعة إلى فين؟ الستة. في أي مكان، أوعى تنسى رسمة كروب. فين الستة؟ وصل. كلام خطير واللي جاي اخطر، واللي جاي اخطر. ليه؟ لان هنخش على الرحله الثانيه، اسمع كده، وبقى معايا بدايتها بكام؟ سته. فالقانون اشتغل تاني، بس القانون بيقول ايه المره دي؟ ان انا عايز اجيب النهايه هنا، صح ولا لا؟ ففي النهائيه ناقص البدايه بتاعت الفتره بقت بسته، في ناقص 6 بتساوي المساحة خلال الفترة الثانية وفقط. شغال فترة فترة. حد فاكر المساحة دي كانت بتيجي ازاي؟ قاعدة في ارتفاع. طب القاعدة بكام؟ ها؟ 2. طب والارتفاع؟ عندنا ارتفاعين، واحد ب2، واحد ب4، 2 و4 كام؟ 6. على 2 فيها؟ يبقى 2 في 3، 2 في 3 ب6، و6 و6 فوصلت السرعة إلى 12. الشاطر اللي يعرف ايه اللي وصل بيه؟ ها؟ اعملوا بايديكم كده؟ برابولا. ها؟ برابولا صح؟ عرفت انها برابولا ازاي؟ بدرجة أولى. طب درجة أولى طالعة ولا نازلة؟ طالعة. يبقى مكعرة. وبإيدك يا هندسة. وبإيدك يا هندسة. لا بشبلونة ولا بأي حاجة خالص. طيب اللي بعدها، اللي بعدها بقت بداية الفترة 12، بداية الفترة 12 قانون مفيش غيره، هو قانون واحد شغال المسألة كلها. ففي ناقص 12، أنا عايز أجيب النهاية هنا، فبقول النهاية ناقص البداية بتساوي المساحة اللي فوق. طب المساحة اللي فوق ها؟ نص. نص. القاعدة باتنين، أربعة، الاتنين تروح مع الاتنين فيتبقى أربعة، الـ 12 تروح للأربعة، فوصلت السرعة إلى 16، فين الـ 16؟
في هذا المكان ادي ال 16 الشطر اللي يعرف يوصل بين ال 12 وال 16 قرابه العمق. حد عارف انا رسمت كده ازاي؟ عشان اللي فوق خط مستقيم نازل كلها قواعد اللي بعده. واصبحت ال 16 بدايه للرحله الجديده، فعايز اجيب الفي النهائيه. طب اقول لكم على سؤال جه في بالي دلوقتي، حاجه كده اصل انا عملتها بس عشان انا فاهم انا بعمل ايه. حد متوقع الفي النهائيه اعلى من 16 ولا اقل من 16 وليه؟ هي اقل عشان انا عملتها اقل اهي. اقل عشان ما تخشش في اللي فوق. اقول لكم ليه؟ انا سالتها المره اللي فاتت لما قلت لكم الاكسلريشن والديسلريشن. حد فاكر الفرق بينهم ايه؟ انا لما شرحتها المحاضره اللي فاتت عشان انتوا كلكم عارفين يعني ايه عجله تزلزليه وعجله تناقصيه. وبعض الناس لما بسالها بقول له دي ايه يا ابني؟ يقول لي دي عجله تزلزليه. طب ايه يا ابني؟ يقول لي دي عجله تناقصيه. اقول له لا غلط، دي عجله تزلزليه ودي عجله تزلزليه. لان اشاره العجله موجبه. قصه تزايديه وتناقصيه مالهاش دعوه بالقيمه بتزيد ولا بتقل، ليها دعوه بالاشاره. يا رب الكلام يتفهم. فاشاره العجله هنا موجبه صح؟ شايف السرعه بتزيد ازاي؟ طب اشاره العجله هنا ايه؟ سالبه. يعني ايه عجله سالبه؟ تناقصيه. طب يعني ايه تناقصيه؟ يعني السواق ده ضرب فرامل، يعني السرعه هتزيد ولا تقل؟ والله لا تقل. مش بمزاجك لما تعرف الاتي. أخطر جملة في المحاضرة في التكامل أن المساحات تؤخذ بإشارتها. المساحات اللي فوق المنحنى موجبة واللي تحت المنحنى سالبة. أخطر جملة في المحاضرة النهاردة هتودينا كلنا في ده. هيجي لي طالب يقول لي بس مفيش مساحة سالب. لا أنا ما أقصدش المساحة موجبة ولا سالبة، أنا بقول لك خد الأرقام بالإشارة علشان خاطر الفيزيكس اللي في الموضوع تتحقق معاك. في فيزياء في الموضوع، في اكسلريشن وفي ديسلريشن. انا عايز اطلع الارقام وانزلها مش بمزاجك، ده قواعد. زي ايه؟ انا معايا البدايه ب 16 وعايز اجيب النهايه، بص كده هروح اعمل فاصل في الامتحان وفي ناقص 16 نهايه ناقص بدايه تساوي المساحه اللي فوق تحت الباشا ده، مساحه مثلث نص القاعده في الارتفاع نص. القاعده بكام؟ 2. طب الارتفاع؟ أرجوك خدها بالإشارة يبقى سالب 4. يا 2 نروح مع الاثنين. بص كده اللي بيحصل يا هندسة، فتروح ال 16 للسالب 4 تنزل لكام؟ فوصلت السرعة إلى 12. فين ال 12؟ المفروض قصاد ده كده أجي أعمل رقم أهو. حد شاطر يعرف يوصل بين ال 12 الجديدة وال 16؟ ها؟ محدبة ولا مكعبة؟ أنا مش عارف شكل طالع ولا نازل؟ ها؟ لازم محدد. هتلاقي حتى الرسمه بدات فيها انسجام كده وبدا ما يعرف اسم القمه تظهر. عارفين القمم؟ ايوه. سنه. سنه. الفتره الاخيره. اصبحت ال 12 بدايه فعايز اجيب النهايه، مفيش غيره. في ناقص 12 بتساوي المساحه اللي فوق مساحه المستطيل. 10 ناقص 8 2، 2 في سالب 4 في سالب 8، ف 12 تروح لسالب 8 فوصلت السرعه الى 4. بين ال 2 وال 6 4 اهي. الشاطر اللي يقول لي اوصل بين ال 12 وال 4 بايه؟ خط مستقيم. حد عارف خط مستقيم ليه؟ واسمعوا والجزء السهل من المساله خلص. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ ليه يا شباب؟ لان انت علشان ترسم الباشا ده، شايفين حتى رسمه حلوه ازاي؟ عشان ترسم ده شويه اوانطة بس شويه مساحات، مكانة ايه المساحات دي؟ اخرها ايه؟ شبه مرحلة؟ سطر؟ مثلث؟ مستطيل؟ انت عارف انت جاي على ايه ولا ما انتش عارف بقى؟ انت جاي لا انا قلته، انا لسه الحمد لله ما مسكتش. اللي انا قلته، المسألة بتتحل في نص ساعة في الامتحان مش هزار. لو جت كده ممكن تيجي اسهل من كده. انا اخترت مسألة جديدة عشان نخلص. وهغير اشارة واديكم مر، ولو لو شطار يعملوها، اشارة واحدة في المسألة تتغير. ونشوف هتعرفوا حلوها ولا لا. عايز اقول ايه؟
هرسم منحنى الازاحه من الفي وادي ثاني معاكم ان لو ده غلط لا ولا الله ده. فابدا ازاي؟ بصوا كده يا شباب ابدا ازاي؟ برافو برافو برافو. ناس ورا لازم تبدا المنحنى بسالب واحد، هو اللي قال مش انت. يبقى اذا جيت عند السالب واحد ورحت حاطط نقطه البدايه. عايز اجيب نقطه النهايه. عليك وعلى القانون، فاهم حاجه؟ نفس الشغل والله. النهارده يا جماعه هو بس اسلوب حل، مفيش قوانين، ايه القوانين الهبله اللي انا بشتغلها دي؟ ده كلها مساحات. فبقول ايه؟ فاصل اهو. اس ناقص ناقص تبقى موجب واحد. اس النهائيه ناقص ناقص تبقى موجب واحد، بتساوي، اسمع بقى كده بتساوي ايه؟ اسمعها بالعربي وبعدين نتكلم فيها. المساحه تحت السرعه خلال الفتره. المساحه تحت السرعه خلال الفتره اللي انت شغال عليها. مساحه شبه منحرف، قاعده في ارتفاع، قاعده باثنين، في 2 زائد 6 8، 8 على 2 فعل 4، 2 في 4 ب 8، ناقص 1 فوصلت المساحه الى 7، 7 في اي مكان. اوصل بينهم ببارابولا مكعره، حد عارف انا وصلت البارابولا مكعره ليه؟ زي اللي فوق خط المستقيم. واصبحت السبعه بدايه للرحله الجديده. فعايز اجيب نهايه الرحله فبقول اس ناقص 7. اس ناقص 7 تساوي بسم الله الرحمن الرحيم. ده لو انت فاكر نعمل ايه؟ برافو برافو برافو. نقسمها نقسمها مستطيلين في بعض. طب بصوا كده انا بعملها بسرعه ازاي؟ انا بعملها بسرعه ازاي؟ بجيب الضلع ده واضربه في ده. حد عارف انا لما بجيب الضلع ده واضربه في ده معناه ايه؟ مستطيلين لتحت. 2 في 6 ب 12 زائد تلت. حد عارف انا جبت التلت دي منين؟ واحد على ان زائد واحد عشان تبقى ضربه درجه ثانيه مكعره. واروح ضارب الضلع ده في الضلع ده، فهمتوا حاجة؟ ها؟ فهمتوها كده ولا لسه؟ الضلع ده في الضلع ده معناه إن أنت جبت المستطيل اللي فوق، والضلع ده في الضلع ده معناه إن أنت جبت المستطيل اللي تحت، اللي تحت خدته كامل لكن اللي فوق خدت فين؟ طب ده كام؟ باتنين، وده كام؟ بستة، 2 في 6 ب 12، 12 على 3 4، 16، 16 و7 23، فوصلت المساحة إلى 23، فين ال 23؟ في أي مكان وبرابولا مكعرة درجة تالتة. حد فاهم كده؟ تالتة عشان اللي فوق. وبقى في ال 23 بداية، فعايز أجيب الإس اللي عليها الدور. فإس ناقص 23 بتساوي. ها؟ أجيب المساحة دي كلها إزاي؟ أضرب الرقم ده في الارتفاع ده. ده عبارة عن 2 في 12 ب 24 زائد ها؟ زائد تلتين. 2 على 3. 2 على 3 اضرب الضلع ده في الضلع ده. عبارة عن كام؟ ده بكام؟ عبارة عن 2 في 16 ناقص 12 4. 2 في 4 ب 8، 2 في 8 ب 16، 16 على 3 في 4 وثلث أو 4 و6 من 10 يبقى 28 و6، 28 يبقى أنت بتتكلم في 51 و6 من 10. فين ال 51 و6 من 10؟ 51 و6. طب حد يقول أوصل بيه؟ مقعرة، واللي هيعملها ايه؟ مقدمة صح، بس هي الصح بتاعها كده درجة تالتة. هتلاقوا في الرياضة بترسم كده. واللي بعدها اس وهتبقى كده، واللي بعدها تبقى كده. حد فاهم انا عملت ايه؟ ها؟ طب دي درجة كام؟ تانية. قلمت مقعرة. طب دي درجة كام؟ أولى. تترسم ها؟ تانية محدبة. وزي ما يطلع الرقم الاخير ده معاكم في البيت انا ما عنديش مشاكل فيه. عايز اقول ايه بقى؟ ثلاث حاجات تعملوهم في البيت النهارده. ولو ما عرفتوش تعملوهم ما تترددوش تسالوني فيهم المحاضره اللي جايه. عشان جايين. شباب عشان امشي بس. ثلاث حاجات عايزكم تعملوهم النهارده. أول حاجة سهلة أوي، بسرعة نعملها مع بعض كده وإحنا قاعدين. مين شاطر يعرف يطلع الفي ماكسيموم من المسألة دي؟ الفي ماكسيموم 16. أقصى سرعة بكام؟ 16. 16. أهي. الباشمهندس اللي بيتكلم، أنا هخلصكم. بس هقول لك ثلاث حاجات تعملها، 16 عشان هيسألك فيها.
اثنين. السؤال الثاني واكتبوه ورايا ومش هعرف احله دلوقتي لانه هياخد وقت مني. هيجي يسالك في الامتحان يقول لك determine the time. determine احسب الوقت اللي عنده الجسم يكون عند الاوريجن. determine the time at which the object is the position of origin. عند البوزيشن بتاع الاوريجن. لو سمحت انا عايز اعرف الوقت اللي فيه الجسم عدى على الاوريجن. بوزيشن انا شرحت بوزيشن المحاضره اللي فاتت. موضع الازاحه. على حاجه بسرعه بسرعه عشان انت عرفت المطلوب صح؟ عارف هو فين الوقت ده؟ انا عايز الزمن ده بكام؟ اوعى تنسى ان انت راسم الرسمه مش تو سكيل عشان تقول لي انا راسم بسكيل واخش بالمسطره واطلعها. واقول لكم على حاجه تساعدكم كده لو ما عرفتوش تعملوها قولوا لي عليها المحاضره اللي جايه. الزمن ده هيطلع بهذا القانون. واقول لكم على معلومه، اوعى اي سؤال يتسال في الميدتيرم على المساله دي تفكر بره ده او ده، اوعى على التكامل طبعا. اوعى يا باشمهندس انا اسال، انا في الامتحان اسال اي سؤال في الجرافيكال على التكامل فحضرتك تفكر بره دول، يبقى انت بتعط. انا هساعدكم شويه عشان انا عارف قد ايه الموضوع مهم. مين شاطر يعرف يقول الاس هنا بكام؟ لسه انا زيرو. الاس هنا بكام؟ يلا عوض معايا ها؟ زيرو صح؟ الاس هنا بزيرو. ناقص الابتدائيه بتاعتها بكام؟ سالب واحد. ها زيرو ها؟ ناقص واحد، يبقى الطرف الشمال ده بقى فيه ايه؟ واحد. تساوي اسمعها منكم بقى ها؟ تساوي المساحه تحت المنحنى في الفتره في الفتره من سالب واحد. انا شغال على الفتره من صفر لاثنين ولا من صفر لتي؟ من صفر لتي. طب يلا فين المساحه اللي تحت السرعه خلال الفتره؟ فيقول لك ايه؟ بص كده، خد الزمن واطلع بيه فوق وجيب المساحه ده بس. فيجي طالب شاطر اعملها لك. تعالوا نعوض كده مع بعض. اس ناقص اس زيرو تساوي المساحه تحت السرعه. اس ناقص اس زيرو تساوي المساحه تحت السرعه. اس بزيرو ناقص تبقى موجب واحد بتساوي المساحة تحت السرعة. يلا يا هندسة ده شبه منحرف. قاعدة في متوسط الارتفاعات مش كلام جديد. القاعدة دي الحمد لله دي ظهرت. أنا فرحان دي ظهرت اللي أنا عايزها. القاعدة دي تي ناقص صفر. ما أنا لو حطيت التي دي أنا ما أعرفهاش بكام. تعالى بقى كبير كده عشان هنغلط غلطة. في متوسط الارتفاعات. طب الارتفاع ده بكام؟ اتنين. طب الارتفاع ده بكام؟ والله ما اعرفه. ليه؟ لان انت ما تعرفش قيمه السرعه في هذا المكان فسميتها بي. بقى عندي مشكله جديده اقول لك عليها ولا تعرف تتصرف؟ اقول تاني. بص كده، ان علشان تطلع قيمه الزمن هنا لازم تطلع ها قيمه السرعه. وانا ما عنديش السرعه. اوعى تفكر بره دول. طب اعمل ايه؟ يا في النهائيه قانون ناقص اتنين ها بيساوي ايه؟ بيساوي المساحه فوق تحت العجله خلال الفتره. فرحت واخد التين وطالع بيها لفوق اجيب المساحه الكامله. اذا حد شاطر يعرف يقول المساحه دي بتساوي ايه؟ تي ناقص صفر تي في الارتفاع اتنين. حد شاطر يعرف يقول العلاقه دي بين ايه؟ بين في وتي. طب العلاقه اللي فوق علاقه بين ايه؟ بين في وتي. حل المعادلتين مع بعض طلعت ايه؟ تي. هيسالك اخر حاجه هقولها لكم تعملوها في البيت. عيدوا حل المساله دي بس زودوا الاشاره السالب دي. فبلاش. حلوا المساله تاني، حلوا المساله في البيت بس زودوا الاشاره السالب. شكرا.